بنسمد ونباتنا ما بيستفادش، بنسمد ونباتنا ما بيكبرش او ما بيدينيش النمو اللي انا عايزه او اللي انا برجوه من التسميد بتاعي. عندي مشكله، نشوف المشكله ايه. نبدا كما تعودنا دائما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اهلا بحضراتكم. النهارده هكلم حضراتكم على مشكله بتقابل كتير من اخواتي وحبايبي اللي بيزرعوا في الاراضي قبل اللي بيزرعوا على السطول. عندهم مشكله، يقول لك انا بسمد وبحط سماد بس ما بحسش ان السماد اللي انا حطيته، النبات اللي انا عندي على ارضي او في سطحي استفاد من السماد اللي انا حطيته او ما ادانيش الهدف اللي انا كنت عايز اعمله بيه. تعال اقول لكم ايه الحاجات اللي تخلينا نعظم الاستفاده من السماد اللي انت بتحطه للنبات، ما ناخدش منه استفاده صغيره، لا ناخد استفاده 100% مليون المية من السماد اللي احنا بنحطه. حبه حاجات صغيره كده خد بالك منها معايا، تعال نتوكل على الله. بص يا سيدي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نباتاتك عشان تستفاد من التسميد اللي انت بتحطه عايزك تاخد بالك من حاجتين في عمليه الري. طبعا ده توم حضراتكم شايفينه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بالحاجات اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها بنعمل الاستفاده اللي انت حضراتكم شايفين النبات عامل ازاي بفضل الله بفضل الله. اولا قبل ما تكون حضرتك كامل، انت عارف طبعا انت هتسمد امتى، يعني انت مجهز نفسك لبرنامج التسميد اللي جاي او عامل لحضرتك برنامج او ايا كان الشكل اللي انت عامله، بس انت عارف هتسمد. هتسمد لي امتى بقى؟ هل اسمد والنبات عطشان لدرجه كبيره، ولا اسمد والنبات مروي قريب امبارح، ولا اسمد والنبات قرب على العطش؟ افضل وقت حضرتك تسمد فيه النبات زي ما انا بقول لحضرتك دلوقتي، افضل وقت تحط ليه سماد ان يكون النبات شارب واقبل على مرحله العطش بس مش عطشان. يعني الارض لسه زي ما بيقولوا عليها تيره. يعني ايه تيره؟ يعني ايه فرك كده، طين فرك، مش طينه، مش لا هي طينه يابسه كده فيها ميه كتير، ولا هي طينه ناشفه خالص جافه. انا عايز التربه تكون وانت هتحط السماد تخليها لي مقبله على العطش ومش عطشانه، مش عطشانه. يعني لو انت عارف ان انت تروي كل 3 ايام يبقى تروي لي، واليوم الثاني يعني اللي هو الثالث ما تستناش ليه بقى، تروي في اليوم الثاني على طول، ما تستناش النبات لما يعطش. طيب سميته وخلاص واديت دفعه التسميد اللي انت عايزها وتكون مناسبه للنبات ونموه الخضري. طيب خلاص سميت، لما تسمد يا سيدي الفاضل خلاص حطيت السماد، انت قدامك بعد الري لو حضرتك بتروي كل 3 ايام، انا باخد بس مثال، لو بتروي كل 3 ايام لا هتخلي لي الري اللي بعد التسميد 4 ايام، ولو استحمل كمان 5 ايام. يعني ايه؟ مش انت لسه بتقول اثر الري اللي قبل التسميد؟ هنعكس بقى بعد ما نسمد، يعني حضرتك بعد ما تدي لي دفعه التسميد دي هتقوم عامل لي ايه؟ تعطش لي النبات. زي ما حضراتكم شايفين الكرنب اللي انتم شايفينه ده، انا الاستراتيجيه دي كلها عاملها معاه. اما اكون هسمده زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، النمو الخضري عامل ازاي في شجر الكرنب، وان شاء الله هتشوفوه لافف ازاي وعامل ازاي، كرنب وكرنبيت عندنا الاثنين. حضرتك بعد ما رويت هتصبر لي بقى على النبات وهتعطشه لي شويه، هتعطشه لي شويه ما تقلقش. ليه بقى؟ انا بعطش ليه؟ عشان عايز النبات ياخد كل الاستفاده، كل الاستفاده من السماد اللي انت حطيته ويمتصه بشكل كبير جدا. الحاجتين اللي انت عملتهم دول هيخلوا نباتك يستفاد بنسبه كبيره جدا تقترب ل 90 95% من السماد اللي انت حطيته. عايز بقى تعظم استفاده النبات من الاسمده بشكل عام وبصفه عامه للي انت بتحطها، هتسبق لي عمليه التسميد في ريه سابقه، في ريه سابقه هتحط لي هيوميك اسيد. هتقول لي هيوميك اسيد سماد؟ لا مش سماد، ده هو محسن لاداء النبات وامتصاصه المغذيات اللي بعده، بس في ريه سابقه. بعد كده تتبعه برية التسميد، اذا كنت هتحط سماد عضوي، اذا كنت هتحط ان بي كي، هتحط ايا كان نوع السماد اللي انت عايز تحطه. برضك في حاجه صغيره حضرتك لازم تاخد بالك منها، كميه سماد بتعتمد على المجموع الخضري اللي مكونه النبات. يعني ما تجيش تقول لي انا عندي شجره لسه صغيره زي الاشجار اللي ان شاء الله حضراتكم هتشوفوا لها فيديو قريب، اشجار صغيره زي دي كده مقبله على الشكل، ويجي انا اقول احط لها سماد زي الشجره اللي قدام حضراتكم دي، مستحيل.
لازم الكمية تتناسب مع النمو الخضري بتاع الشجر. لو حضرتك اتبعت هذه الملحوظات الصغيرة الصغيرة اللي اتكلمنا فيها دي، تأكد ان انت بفضل الله بفضل الله هتحقق عظيم الاستفادة من الأسمدة اللي انت بتستخدمها ايا كان نوعها. تمام؟ اتمنى ان لو حضراتكم بيعجبكم المحتوى اللي انتوا بتشوفوه مننا وما اشتركتوش معانا تشتركوا معانا، هتشوفوا حاجات جديدة ومفيدة دايما. وان شاء الله ما تنسوناش دايما يا جماعة من ان انتوا تشاروا الفيديو وتدعمونا باللايك عشان نوصل المحتوى الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده لمحب زراعة الأسطح واللي عايز يعمل واللي عايز يستفاد من التسميد بتاعه وما يضيعش مجهوده هباء. ان شاء الله التقيكم في فيديو جديد ومفيد عما قريب ان شاء الله مع قناتنا أرضنا على سطحنا أحمد أبو حشيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.